هذا وخلف الشريط حول الحراك الذي بثته بعض القنوات الفرنسية العمومية ليلة أمس الثلاثاء موجة واسعة من الاستنكار والاستهجان من طرف الجزائريين على شبكات التواصل الاجتماعي وحتى من طرف المختصين في مجال الإعلام الذين اعتبروا هذه الحملة بمثابة الجبل الذي تمخض فولد فأرا. ويرى هؤلاء أن ما بثه التلفزيون العمومي الفرنسي من خلال فرانس 5 والقناة البرلمانية ال سي بي وامتد صداهما إلى القناة العمومية الدولية فرانس 24 حملة منظمة مخططة لها بالتأكيد لتأليب الرأي العام ضد الجزائر. وكانت ردود فعل الجزائريين الواسعة عكس ما كان يسعى له المخططون من وراء هذه القنوات، حيث هب الجزائريون في انتفاضة من السخرية والاستهجان ضد ما بثته القنوات، فكانت النتائج عكسية تماما لما خطط له المخططون، وتبين أن حسابات الحقل مختلفة عن حسابات البيدر وكميات المنتوج. بل وأوحت الحصة التلفزيونية الجزائر يا حبي على قناة فرانس 5 بأن المدبرين الذين كانوا يحركون الخيوط خلف الستار انقلبوا حتى على الحراك، سواء من حيث نوعية الوجوه المدعوة لنقاش وقائع الفيلم الوثائقي أو الفشل حتى في مضمون الفيلم نفسه الذي أبان عن ضعف مهين كعمل سينمائي. ولم تشفع الحملة الدعائية الإعلامية التي تواصلت طوال أسبوعين حسب المتتبعين لتجنيد المشاهدين وشحذ اهتمامهم لتحقيق الهدف المرسوم مسبقا، رغم الدعاية الواسعة عبر مختلف وسائل الإعلام مسموعة ومرئية ومكتوبة بما في ذلك شبكات التواصل، فانقلب السحر على الساحر سخرية وازدراء وتهكما، وسقط مخطط الانحراف الإعلامي على رؤوس أصحابه. ولم يجد المخططون من وسيلة لمحو الفشل سوى اللجوء إلى إعادة بث الشريطين مرات ومرات إلى نهاية الشهر القادم من باب ربما يغير الجزائريون موقفهم، رغم أن الرأي العام الجزائري في الداخل وفي الخارج أصدر حكمه النهائي على هذه الحملة والتي تستهدفه وتستهدف حراكه ودولته، وأن موقفه لن يتغير ولو وصلت فرانس 5 وال سي بي ومن انساق معهما بث هذه السقطة الإعلامية إلى يوم القيامة، وليس فقط إلى غاية نهاية جوان. حكم المشاهدين عبر ردود الفعل المسجلة هو: لقد فشلتم وانكشف بهتانكم، وإن لم تستحوا فبثوا ما يشئتم. مؤسف أن تسقط فرنسا الرسمية ولو من وراء ستار بشكل غير محترف في مسار معاد للجزائر. اللجوء إلى أساليب بالية كنا نعتقد أنها زالت إلى الأبد تجعلنا نضع علامة استفهام كبرى عن الخلفية الحقيقية لهذه الحملة المستهجنة. ما زال المخططون والمدبرون يتصرفون بأساليب قديمة مألوفة لم تعد تحرك شعرة رضيع جزائريين. الجزائريون غيروا اتجاه بوصلتهم نحو التغيير ما بأنفسهم، ولن يقبلوا وصية أحد، فما بالك توجيه الذين ينظرون إلى الجزائريين بمنظار قديم توقفت عقارب ساعته في جزائر ما قبل 12 ديسمبر 2019، بل قبل 62,900,000. لقد أساء عراب وتلفزيون الفرنسي العمومي في اختيار المحتوى والتوقيت والضيوف، وساءوا إلى حراكنا المبارك محاولين تقزيمه يجمع أغلب المعلقين على شبكات التواصل الاجتماعي. واضح أنهم منزعجون من سلمية الحراك ومن التحولات الكبرى والمتسارعة التي تشهدها الجزائر، بل من ديناميكية الجزائريين في بناء الجزائر الجديدة، جزائر لم تعد تقبل بإملاءات كانت مألوفة وولى عهدها، جزائر ذات سيادة خرجت من محن متعددة فأفشلت رهانات ومخططات الذين تكالبوا في السر والعلن بقوة الشعب وتآزره ولحمته. لذلك ليست أشرطة القنوات العمومية الفرنسية من ستلهي الحراك والشعب الجزائري من ورائه الذي عقد العزم منذ 54,900,000 أن تحيا الجزائر حرة مستقلة ذات سيادة شعبية تقرر مصيرها وطريقها بيديها. ما عدا ذلك هو استهلاك إعلامي لم يعد له تأثير في ثورة تغيير متواصلة.